واش كاين شي حد هنا ولا والو؟ السلام عليكم ورحمه الله. اتوحشكم حق مولانا، الا توحشكم والله العظيم، الا توحشكم مع ليلى الله محمد رسول الله. ابني ادم صافي تبلانطا، نطلبوا من ربي يرحمنا، قولوا امين. بالمناسبه بالنسبه للكومونتير اللي غادي يطلعوا، راه شويه التليفون بعيد عليا، الا قشعت شي حاجه راني غادي نقول الف مرحبا، ما قشعت شاي قبلوا علينا. تحيه لكم. اسمو غادي نقول لكم، غادي نقول غادي نوجه التحيه لجميع المغاربه اللي داخل المغرب وخارج الوطن، وغادي نقول لكم تبارك الله عليكم وتوحشكم بزاف 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 والله العظيم. والله العظيم راه قلقنا ديال بصح، ولكن الضيف رجع علينا كامل ان شاء الله. وغادي نقول لكم الله يخلينا سيدي محمد السادس ديالنا، الله يحفظه ويطول عمره، الله يحفظ رجال الامن بصفه عامه، لا الاقليميه ولا الوطنيه. واسمو غادي نقول لك الله يا سيدي، انا كنت في لانطا وكنعيا مواليه، كيقولوا لي ندير شي حاجه للمشاهدين ديالك. تحيه كبيره لكم، والله العظيم الا راكم في القلب، وتوحشنا الصراحه النشاط ديال العرس ديالنا وديال الكليان ديالنا وخوتنا واخواتنا الى اخره. المهم ما نطولش عليكم، وغادي نقول الله يرفد علينا هذا الوباء، الله يعطيه شي 7000 ما نعرفش نتاع، ونخليكم ناشطين، والله يشافي هاد الناس اللي مرضين بهاد كورونا كوفيد 19. صراحه الدراري ما نكذبش عليكم، هاد الايام التوالى من الاحسن نحاولوا نزيروا نفوسنا ونجلسوا في ديورنا ونثبتوا شويه كي قال الاخر. ان شاء الله غير ضروري كاين الخير ان شاء الله خويا ناجي، غير موجه وفايته ان شاء الله باذن الله، علينا بالصبر وان شاء الله باذن الله كلشي غادي يولي هو هذاك، ونتلاقاو ان شاء الله في عراس وحفلات ونتشافوا على برا ونديروا قهيوه ونديروا جوج، وان شاء الله ما يكون غير خير. وتحيه لرجال السلطه بصفه عامه، والله ينصر سيدي محمد السادس وتبارك الله عليكم. غادي نقول لخويا ناجي بصح بهذيك، انا راه خاطيني الغناء، انا منشط ومصور ودي جي، لكن الغناء باش نقول لكم راني كنالف ولحن ولا هذاك الشيء غير كيجي عفوي غادي الغاره. المهم ناشط مع راسي، تحيه لكم تو الموند، ونبغيكم تعطيوني شي تصفيقه حرمت منه شي لاي 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 لاك، وشكرا. وتحيه للناس الجاليه بصفه عامه، وكنطلب واحد الطليبه من الاخوان اللي كيمشيو يضربوا في خوتنا اللي في في في, في, في اوروبا، ما من الاحسن كل واحد يدخل سوق جواه وكل واحد يديها في راسه، وراها ان شاء الله ربي غادي يرحمنا كاملين ان شاء الله. راه خوتنا حتى دوك الناس الجاليه راهم خوتنا، ما كاناش نبقاو نضربوا فيهم بالهضره، وانت كتبغي برا واجلس برا داك الشيء ديال الدراري الصغار بلاش، انشط مع راسك وضحك مع راسك، ولكن خلي الناس في الثقه. تحيه لكم، وغادي نخليكم مع لارونجور ديالنا خويا الناجي، غادي يقضي الغرض وانا غادي نتبعو، انا راه ما حافظ والو صراحه، والله ما حافظ، انا غادي تلقاوني ان شاء الله. نسكت تحسين صافي هنا بلانطي، تبارك الله عليكم. الله ينصر سيدي محمد السادس، والله يخلي لنا وطننا بخير وعلى خير، والله ولتسمو بالبيوت ديالنا عليا باليمين، نكونوا احنا الولا فوق. شكون؟ حنا خدامين، خليونا نخدم عندك. صافي يلا سدي الباب مورا، يلا ديروا بحالنا وجلسوا في الديور ديالكم، الله يحفظكم وحافظكم الله، ونتمنى الله تكونوا بألف خير ان شاء الله. روح خويا نجي. We'll be right back.
عطس وانقول كورة انا جات وانقول كورونا جات ناري ناري ويلا عطس واخويا وفيا جاته باش ما يدخلنيش الوسواس وانا برك في داري ما يجيني لا شك لا منا ولا منا Thank you.
والغربة ليش الحرار والغربة ليش الحرار نصفي دار اختي بركبي دار شوفي كوسي طيب عشني وعطي المدار ناري ناري وعربي هنولك إذا كان قشري مدالي كتار وحفظكم الله اخويا النجيرة غادي يقول لكم شي كلمه وخا الميكرو بعيد واه شكرا او غادي نقول لكم زعما راه الا جلسنا في ديورنا غادي نتغلبوا على هذا الوباء هذا صراحه الله راه قداش ما بركنا قداش ما التزمنا بالبيوت ديالنا اقسم بالله حتى نكونوا بلي فور وربما تكون المملكه الوحيده اللي تغلبت على هذا الوباء هذا والله لان علاش الحمد لله عندنا الناس تبارك الله يعني واعيين ما شاء الله وكاين منهم اللي الله يحسن العوال واخدين هذا الشيء واخدين هذا الشيء بحال يجيب لهم غير شي لعبه ولكن هذا الشيء راه كاين نطلبوا السلامه وتبارك الله عليكم وحفظكم الله